تواصل ميليشيات الحوثي ورئيس المخلوع صالح انتهاكاتها ضد الشعب اليمني، حيث شنت حملة واسعة من الاختطافات والاعتقالات طالت عشرات المدنيين والنشطاء في الوقت الذي اتهمت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش المتمردين الحوثيين وحلفائهم من أنصار رئيس المخلوع صالح باستخدام ألغام محظورة تسببت بقتل وتشويه مئات المدنيين. التفاصيل في سياق هذا التقرير التالي. تتزايد انتهاكات الحوثيين بحق الشعب اليمني بشكل يومي، بدءا بعمليات الاعتقال والاختطاف وانتهاء بزرع الألغام المحظورة دوليا. منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية اتهمت المتمردين الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح باستخدام ألغام محظورة في اليمن، ما تسبب بمقتل وتشويه مئات المدنيين وتعطيل الحياة المدنية في المناطق المتضررة وإعاقة عودة النازحين إلى منازلهم. وقالت المنظمة في تقرير لها أن المتمردين والقوات الموالية لصالح استخدموا ألغاما أرضية مضادة للأفراد في 6 محافظات على الأقل منذ أن بدأ التحالف العربي عملياته في اليمن في آذار مارس 2015. كما تم زرع حقول الألغام في هذه المناطق الحساسة، وذلك لإعاقة تقدم القوات الحكومية خصوصا بعد تحرير المحافظات الجنوبية. وتشير إحصائيات محلية إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين القتل وبتر الأطراف، ولا يزال الرقم في تصاعد نظرا لتوسع الحرب في مناطق آهلة بالسكان. كما تتنوع حالات الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون بحق اليمنيين والتي طالت الأطفال بشكل أكبر. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من جهتها أكدت أنه خلال العامين الماضيين تم تجنيد 1675 طفلا في اليمن على يد الحوثيين، ونشرت مقطعا مصورا يتضمن شهادة لأحد الأطفال اليمنيين الذين تم تجنيدهم في الحرب، مشيرة إلى أن تجنيد الأطفال والزج بهم في أشرس المعارك يعد واحدا من الأبعاد الحالكة للصراع في البلاد. فضلا عن عمليات الخطف والاعتقال المتواصلة والتي طالت عشرات المدنيين والنشطاء والمدرسين وخطباء المساجد والمسافرين في كل من صنعاء ومحافظات الحديدة وذمار والمحويت. كما رصدت تقارير أخرى أكثر من 12 ألف حالة اختطاف في البلاد بعد الهزائم التي منيت بها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في معظم الجبهات العسكرية. وهكذا تستمر سلوكيات الميليشيات المنافية لحقوق الإنسان منذ اجتياح صنعاء، وتصر على حكم البلاد بعقلية الميليشيات واستبعاد القانون. عبر الهاتف مباشرة من الرياض ينضم لنا فتحي منجد سكرتير رئاسة الوزراء اليمنية. سيد فتحي مساء الخير، أهلا بك معنا. ممارسات الحوثيين تعددت إذن وتنوعت ما بين استخدام الألغام، تجنيد الأطفال، عمليات الخطف، أيضا الاعتقال كما ذكر التقرير السابق. ما التوثيقات الأخيرة لديكم؟ يعني كيف تدعمون ما ذكر في التقرير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التقرير عرج على بعض ما ارتكبه الحوثيون من جرائم على الأراضي اليمنية، وحقيقة أن سجل الحوثيين هو سجل أسود حافل بكل أنواع الجرائم التي لا يمكن أن يتصورها العقل، لا يمكن أن يتصورها أنها تحصل في القرن 21، وتأتي جماعة من كهف ميليشيا ترتكب أبشع أنواع الجرائم بحق الشعب اليمني. طبعا يجب أن ننبه إلى مسألة مهمة قبل أن نتكلم على حاضر الجماعة، أن ماضي الجماعة أصلا هو عنف. الجماعة هي جماعة عنفية في الأصل، فالعنف والحركة الحوثية قرينان. منذ نشأة الحركة الحوثية هي قائمة على العنف، وقد ارتكبت آلاف وعشرات الآلاف من الجرائم بحق أبناء صعدة، وهي الموطن الأصلي للحركة قبل أن ينتشر يعني إجرامها على كل بقاع الأرض اليمنية. ذكر التقرير هناك أرقام، واعتقد أن الأرقام التي ذكرها التقرير هي كانت صدرت في أوقات متقدمة من العام 2016، بمعنى أن الأعداد الآن قد تضاعفت أعداد كثيرة، وكان هناك مشاركة للحكومة اليمنية ومنظمة الحقوقية في الدورة 34 في الشهر الفائت في جنيف، وعرضت هناك كثير من التقارير والحقائق، وعندنا تقارير أيضا موثقة سواء من اللجنة الوطنية انتهاك حقوق الإنسان أو من وزارة حقوق الإنسان نفسها، وإن شاء الله هناك مؤتمر قادم سيعقد في جنيف. طيب بالنسبة للمناطق، المناطق كيف توزعت هذه الممارسات بحسب المناطق اليمنية، وأيضا ردود أفعال المدنيين، يعني المدنيون في هذه المناطق، يعني العائلات التي تشهد على تجنيد أطفالها، ربما الأسر التي فقدت معيلها بسبب الاعتقال أو الخطف، يعني ما ردود الأفعال؟ طبعا أنا أقول حتى الآن أن المناطق التي يسيطر على الحوثيين بإحكام السيطرة الفعلية عليها منذ فترة طويلة
ردود الافعال فيها داخل هذه المناطق قليل. لماذا؟ لان اغلب هذه المناطق فردوا وهم الان في جبهات القتال ضد الحوثيين في المناطق، لكن هناك يبقى ان هناك انتهاكات واعتقالات واختطافات واختفاء قسري وتفجير منازل بحق هؤلاء في كثير من المناطق، لكن ليس هناك رصد، لان الحوثيون بالاضافه الى تنكيلهم بابناء اليمن ينكلون ايضا بكل الناشطين الحقوقيين، وهناك عشرات ومئات من الصحفيين المعتقلين في السجون الحوثيين. فليس هناك احصائيات وافيه وليس هناك ايضا اعلام يغطي مثل هذه الجرائم. هناك مناطق لا يستطيع الحوثي ان يحكم السيطره عليها، وهي ما يظهر الان على الاعلام، كما يحصل الان في تعز، كما يحصل الان في اجزاء من بعض المحافظات الجنوبيه التي تحررت بفضل الله من الحوثيين. هناك حقائق تظهر، وهذا تظهر الان على وسائل الاعلام وتحدث عنها سواء القنوات الرسميه او القنوات العالميه، هي ما يظهر في المناطق التي لم يحكم الحوثيين السيطره عليها تماما. اما المناطق المسيطره عليها فهناك الاف وهناك عشرات ومئات من الجرائم ترتكب بصوره دوريه مستمره من الحوثيين، لكن للاسف الشديد لا يوجد من يغطيها، لان الحوثيين يجمعون حتى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفيسبوك والتويتر. نعم، طيب تقارير من منظمات امميه كاليونيسف، من منظمه هيومن رايتس واتش، هذه التوثيقات التي ذكرتها، ما المسار القانوني الذي يمكن ان تاخذه كل هذه التوثيقات، كل هذه التقارير والملفات لادانه الميليشيات قانونيا؟ طبعا هناك تحرك الان على مستوى كبير، سواء من هذه المنظمات او حتى من المنظمات المحليه ومن بعض يعني الجهات، في تجريم هذه الجماعه التي يستغرب الان اليمنيين بدرجه اساسيه لماذا تجرم هذه الجماعه وتصنف كحركه ارهابيه، لانها تمارس كل ابشع الجرائم حق ابناء الشعب اليمني وموثقه، وقد عرضت هناك كثير من التقارير ومن المقاطع، وهناك اعترافات حتى من الاطفال التي تم تجنيدهم مثلا او من الذين زجبهم في المعارك. فحتى الان هناك تحرك كبير دولي، وهناك سواء في المجتمع الدولي او في المنظمات الدوليه، واعتقد انه في الايام ربما القادمه سيكون هناك توصيف عالمي للحركه باعتبارها حركه ارهابيه متمرده ارتكبت كل انواع الجرائم لا تقل خطوره ولا اجراما على المجتمع العالمي من تنظيم القاعده وفصيلاتها. شكرا لك على هذه المداخله معنا فتحي منجد، سكرتير رئاسه الوزراء اليمنيه، كنت معنا عبر الهاتف مباشره من الرياض.